السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقيت اليوم سيد رئيس الجمهورية الذي كلفني بتكوين الحكومة القادمة، حكومة الوحدة الوطنية. اليوم ننطلق في مرحلة جديدة، مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات، وتتطلب منا حلول خارجة عن الأطر العادية. هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج اللي جاء في وثيقة كارتاج، مع التركيز على 5 أولويات أساسية. أولاً، كسب المعركة على الإرهاب. ثانياً، إعلان الحرب على الفساد والفاسدين. ثالثاً، الرفع في نسق النمو لخلق الشغل. رابعاً، التحكم في التوازنات المالية. وخامساً، مسألة النظافة والبيئة.